احد السيارات اللي لفتوا نظري فعلا هون، مع اني شفت سيارات كثير هون يعني مثل فيراري، لامبورجيني، ما حكيت عنها بالتفصيل. رح احكي عن هاي السياره ليه، لانه هاي بي ام دبليو الفئه الثامنه، هاي لسه سياره نازله جديد بعد انقطاع ما يقارب 19 سنه. السياره اخر شيء نزل منها بال 99، بعدين غابت بي ام دبليو ونزلت في 2018 بهاي السياره. هاي 850 ام باور، يعني هاي الفئه الرياضيه كمان من الفئة الثامنة، الفئة الرياضية. فهاي السيارة جبارة بكل تفاصيلها، ابتداء من المحرك اللي عندنا V8 4.4 بيعطيك، طبعا عليه توين تيربو، بيعطيك 550 هورس باور، تنطلق من 0 ل 100 ب 3 ثواني ونص، عليها 500 التورك. فالسيارة كل مواصفاتها بتحكي لك صاروخ أرضي. طبعا للأسف يعني مش ما لها شيء، ما فيها حادث، بس برضو نوعا ما مهمله بالنسبه لهي السياره. شوفوا مصدي يعني البريك ديسك طالع عليه الصدى، زي ما شايفين من برا الشمس تضربها غبره. طبعا كشف هاي السياره من برا ما لها شيء، ما بعرف اذا فيها مشكله محرك صراحه. طبعا عشان تكونوا عارفين، احد الشغلات الموجوده في بي ام دبليو، هذا مش شيء كثير جديد، انه فتحات التهويه الاماميه بتحكم فيها الكمبيوتر، فهو بيفتح وبيسكر هدول اللي هون، بيفتحهم بسكرهم حسب حاجه المحرك للتبريد او للتدفئه. خلينا افرجيكم اياها من جوا. هاي هي اول ما تفتح السياره، في عنا بصمة ام وكاربون كور مكتوب عليها، اللي هي الاصدار تبعها. خلينا نشوفها من جوا. هاي هي السيارة، السيارة من جوا ما شاء الله يعني لساتها بحالة الوكالة، ما فيها اي مشاكل، يعني مش مضروبة، مش مخلع منها اشي. فزي ما انتم شايفين، ما بعرف صراحة شو حكاية السيارة هاي، ولكن للأسف انها تكون بي ام دبليو نهايتها هون. بجميع الاحوال، بس حابب احكي لكم انه بي ام دبليو عامة في عندها اصدارات فعلا محدودة جدا، فمثل الاصدار الثامن من بي ام دبليو يعتبر محدود، يعني ما بتشوف كثير منها سيارات في الشارع. ولو تشوفوا البي ام دبليو الاصدار الثامن اللي قبل هاي، اللي هي كانت في 99، لو تشوفها بالشارع يمكن ما بتحكي عنها بي ام دبليو، لانه كان شكلها مختلف تماما. انا شفت منها يمكن كم وحدة فقط خلال السنين الماضية. وفي كمان عندكم الاصدار اللي هو الزد، في عنا Z8، هذا كمان اصدار محدود جدا من بي ام دبليو. ففي كمان اصدارات كثيرة من بي ام دبليو، يا ريت تشاركوني رايكم فيها، تحكوا لي ايش رايكم بهاي السيارة، تكتبوا بالتعليقات اذا في عندكم اي معلومات عن بي ام دبليو حابين تشاركوها، يسعدني. هاي هي السيارة، للاسف نهايتها تكون هون، ان شاء الله بتتصلح اكيد او ترجع على الشارع، بس والله بتزعل.